السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بداية أرحب بالدكتور صالح الطيب المبارك، ويعني سبحان الله، يعني ربنا كتب له من اسمه ونصيب أصلح به كثير من الأمور. يعني ما استفدتش من متابعة حد على السوشيال ميديا قد الدكتور صالح المبارك. هو أستاذ جامعي أمريكي من أصول سورية، متخصص في مجال إدارة المشاريع، فاستفدت منه كتير في إدارة المشاريع وحتى في مجال البيم. ايوه، السلام عليكم. انا معك. الله يكرمك دكتور. الله دكتور يحفظك. مبارك من سوريا، وهو مقيم في أمريكا، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة ريسايت بولاية إنديانا الأمريكية، وحاصل على ماستر هندسة المدنية من جامعة أوهايو الأمريكية، وحاصل على شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعة كلمسون بولاية كارولينا الجنوبية، وتم تعيينه رئيس لقسم الهندسة المدنية والمعمارية بكلية هندسة جامعة قطر، وليه عديد من قوية جدا في إدارة المشاريع زي Construction Project Scheduling and Controls وال how to estimate with RS Minius data basic skills for building construction. وهو مشارك ان شاء الله بقاله 20 سنه في مجالات متعدده من الهندسه واداره المشاريع والعمل الاكاديمي، وبنستفاد كتير جدا منه في اداره المشاريع وفي الامور السياسيه. فان شاء الله تبقى محاضره مفيده وهنستفاد منه، وانصح الجميع بالمتابعه لانه هتستفادوا كتير جدا ان شاء الله. ألف شكر لحضركم، واتفضل يا دكتور. الله يبارك فيك. خليني أعمل share screen هنا. phone post. طيب share. بس خليني متأكد أول إنه هل الشاشة ظاهرة عندكم؟ أيوة ظهرت دكتور. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا جميعا. أنا الحقيقة يعني تعليق بسيط على التقدمة بتاعت أخونا المهندس عمر سليم. لما الواحد بيسألني إنه أنت من فين هنا في أمريكا، أنا بقالي الحقيقة في أمريكا تقريبا 40 سنة، يعني من أول 81، من فبراير 81. فبقول له it depends on how far you go back. فولدت في دمشق، لكن أصولي من أربع أجيال جزائرية، ويقال أنه الأصل من الحجاز. فالإنسان دائما يعني برأيي ليس مرتبطا ببقعة أرض لما وين ما ربنا يسهل له أنه يكون ينتج إن شاء الله. فالموضوع ده الحقيقة الكاش فلو موضوع في بالي من زمان. أنا أذكر أنه في العام أول 98 استقلت، كنت أستاذ في جامعة بجورجيا ساذرن يونيفرستي، وانتقلت لفلوريدا، أخذت وظيفة في شركة كونستركشن نسبيا صغيرة في مدينة كلير واتر اللي هي جنب تامبا، أنا دلوقتي في تامبا يعني في نفس الحتة اللي أنا فيها. وكنت بقرا في مجله مشهوره جدا الحقيقه، هي المجله رقم واحد في العالم في الانجينيرنج اند كونستراكشن. اتس ا ماجازين، اتس نوت ا جورنال. طبعا في فرق، يعني مش علميه، لا هي زي اخبار. اسمها اي ان ار which is an acronym for engineering news records. بطلعها شركه مدرو هيل، طبعا معظم الناس يعرفوا مدرو هيل. فبتقول انه عملوا دراسه، وانه السبب الأول لانهيار شركات الكونستراكشن في أمريكا هو الفاينانشال ميس مانجمنت. مش متذكر تماما التعبير، بس انه هي سبب مالي وليس تقني. It's not a technical. عندهم الناس المهندسين الأكفاء وكذا، لكن ما يعرفوش يديروا ماليا. فنبدأ هنا. في بصيت من فترة يعني قريبة جدا، أقل من شهر، برضو على الإحصائيات في الإنترنت، فطلع معايا فوق يعني في كذا إحصائية أو سيرفي، مش إحصائية بيسموها أي مسح يعني في اللغة العربية، بيقول لك الرقم واحد
الconstruction companies who fail is capital and cash flow. طبعا بتيجي بأسماء متعددة. فمشكلة الفلوس إنه إحنا عملنا حسابنا إنه في فلوس حتيجي وفي فلوس حنصرف. لكن للأسف إنه الفلوس اللي حتيجي ما جاتش أو جات أقل من المتوقع. والفلوس اللي حنصرفها تبين إنه حنصرف أكثر مثلا. فحتخلق له مشكلة يصل إلى عفوا في حد نعم. ففي نصل إلى حد إنه الكاش غير متوفر، وإذا الكاش غير متوفر فيبقى عندي مشكلة إني أدفع للعمال، أدفع للمواد، ولو ما دفعتش حيصير الأمر أسوأ. طبعا هنا في حذكر السورس هو constructconnect.com، فحاطت إنه رقم 6 أسباب لإنهيار الشركات، وفي بعضها الحقيقة متعلق بالكاش فلو، يعني مثلا failure to plan رقم 3 له علاقة بالناحية المالية، growing too fast زي ما تروح عايز بقى صار معك شوية فلوس تفتح 6-7 سوبر ماركتات سوا، يا أخي افتح واحدة واحدة. anyway السيرفي الثانية حطوا 10 أسباب، ولو بصينا هنا أنا هحطها كلها وححط السورس. نعم، رقم 1 نيجاتيف كاش فلو، نفس الموضوع تماما، المسميات قد تختلف شوية إنما نفس طيب what is cash flow؟ Cash flow is the total amount of money being transferred into and out of a business, especially affecting liquidity. السيولة اللي بيسموها السيولة المالية، يعني السيولة ليه، يعني إيش معنى كلمة سيولة؟ يعني لا تستطيع، يعني السيولة التي تستطيع أن تستخدمها بسهولة. أما أنت عندك فلوس مجمدة مثلا في أبنية، دي مش سيولة، دي fixed assets. Basically it focuses on the transfer of money, cash and equivalent with their timing and one from one party party's point of view. طبعا قضيه التايمينج انك انت مش مهم انك انت كميه الفلوس فقط، لكن التايمينج مهم جدا، امتى حتجي وامتى حتنصرف. نعم، it includes financial commitments. انا مدين للفندور ده بمبلغ كذا، لازم ادفع للعمال، دي commitments. expectations، انا اتوقع انه الاونر حيدفع لي. والليابيليتيز، في اشياء مثلا عارف انه في المستقبل حيجيني مثلا فواتير الانشورنس كذا الى اخره، كلها موجوده. نعم، هعدي هنا بس انه it does not include fixed assets، الأبنية والأشياء اللي لا يمكن نقلها بسهولة. نعم. Having available liquid money is extremely important for sustaining the operations، عشان تستمر. فلو نعم لو لم توجد سيولة مالية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل، المشاكل دي زي additional expenses such as interest and penalties. يعني لو أنا عندي لازم أدفع فلوس ثمن مثلا مواد، المبلغ $100,000 ومعايا في وقت محدد، لو ما دفعتوش في الوقت المحدد كاملا نعم لو ما دفعتوش في الوقت المحدد في additional expenses، حيصير علي interest، حيصير علي penalties. والانترست على فكرة بتشتغل، أنا يعني ما بتكلمش من وجهة نظر طبعا إسلامية، لكن من وجهة نظر السوق اللي بيشتغل هنا، يعني في شيء مذهل بالنسبة للانترست حشرحه الحقيقة خلال a couple of slides إن شاء الله. Less options when paying others، يعني لما أنت تبقى ما عندك كاش وعندك مشاكل في الكاش، يبقى البيعين مش هيبيعوك بالدين، هيقولوا لك لا 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 مش هنبعت لك البضاعة إلا لحد ما تدفع مسبقا. Tarnished reputation and low morale، يبقى أنت عندك مشكلة في السمعة والعمال عندهم بقى يا رب حيدفع لي ولا مش حيدفع لي. Possibility of having limited limit or restrict operations. Possibility of selling needed assets. وآخر واحدة وأسوأ واحدة possibility of bankruptcy، الإفلاس، إعلان الإفلاس. طيب نعم، الكاش فلو diagram simply defined as plotting expected money in income and money out، يعني اللي حتصرفه اللي حيجي over time. طيب من وجهة نظر مين؟ طب حوريكم الآن اثنين نفس العملية، لكن ده من وجهة نظر واحد بياخد قرض.
السهم الأولاني اللي فوق هو خد القرض، أنا خدت قرض مثلاً ب$10,000، فده positive، ده 10,000 positive دخل جيبي، إنما أو فيها كل مثلاً شهر حدفع $500 $500 على مدى فترة معينة. نفس الموضوع نفس اللون ده من وجهة نظر المقرض، المقرض إنه 10,000 في البداية طلعوا من جيبه بس هتجي positive payments خلال الفترة القادمة. نعم. إيه أسباب المشاكل في الكاش فلو؟ واحد lack of proper planning anticipated، المشاكل اللي أنت لم تحسن التخطيط، لم تحسن تنبؤ ما يمكن أن يتنبأ. في أنا عندي قاعدة بسميها expect the expected، من زمان كتبت فيها article في LinkedIn expect the expected. يعني حديكم مثال بسيط جدا جدا، أنت مدير في شركة هندسية وعندك وظيفة شاغرة، واحد تقدم لها عدد من الكانديدتس، وأنت عملت انترفيو لواحد، قلت له أنا عايزك انترفيو الساعة 8 الصبح. طب 8 الصبح معروف أنه في heavy traffic، في زحمة، وصل متأخر 8:30 ويقول لك والله كان زحمة. طب يا أخي ما الزحمة أنت متوقع، ده شيء متوقع، فلا يجوز استعمالها كعذر. فرقم واحد سوء التخطيط. اثنين lack، خصصت هنا في التخطيط الريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت مهمة جدا، أظن بترجموها إدارة الأخطار. طبعا إدارة الأخطار مش الأمن، مش قضية أنه واحد وقع من على السكافولدينج ولا لا سمح الله البولدوزر دعس واحد، لا لا لا، الأخطار على المشروع مش على ثلاثة lack of contingency funds، لا لازم دائما يكون عندك احتياط. أربعة contractors slow unorganized processing of invoices، يعني أنت بقى ملخبط الدنيا والفواتير حاطتها شايلها هنا ونسيها ومش عارف إيه، يعني الأونر مش ذنبه إنه ما دفعش، لا ذنبك أنت يا contractor لأنك أنت you did not process it on time. Failing to read the terms of contract، دي مهمة جدا. إحنا ده الكونتراكت مش عارف إيه بتاع فيدك ولا بتاع كذا كذا، يا أخي الكونتراكتس كلها get customized، يعني ممكن تضيف لها في special conditions، ممكن كذا، لازم تقرأ إذا في عندك liquidated damages، عندك bonus، عندك retention، عندك كذا، كل الأمور دي لازم تكون أنت قريها وفاهمها. ستة failure to consider other expenses، وبالذات هنا الoverhead. والله أنا يعني متأسف، معرفش بيسموه الأوفرهيد إيه بالعربي، بس إنما المصروفات الإدارية والأشياء غير المباشرة، فواتير الكهرباء بتطلع زيادة، مش عارف إيه فلان بياخد سيارة الشركة لوحده بيطلع بيكنيك هو وعيلته وبيحطوا البنزين، فتتفاجأ إنك في other expenses. نعم. Disputes with the owner، disputes هي بتعطل الكاش فلو فعلا، فمن مصلحة الطرفين إنهم يحلوا disputes، يحلوا الكليمز قبل ما توصل وتصبح dispute. هو الكليم مش بالضرورة إنه شيء سيء، لكن إذا لم يحل الكليم حيتحول إلى dispute. 8 issues beyond the control of the contractor who can be caused by the owner or can be force majeure، يعني زي force majeure شيء حصل زي زلزال لا سمح الله ولا flood ولا إلى آخره. لكن حتى ظروف الآن نحن بنمر بظروف قاسية جدا، ظروف الكورونا، حتلاقي في شركات حتفلس وتطلع من السوق خالص، وفي شركات حتبقى. فدايما تسأل نفسك طيب إيه الفرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ ليه في شركات صمدت وشركات لم تصمد؟ لازم الشركات اللي صمدت عملت شيء معين، الشركات التي لم تصمد فشلت في أن تعمله. فالناس دايما بيبصوا يعني الفرق بين الناجح والفاشل ليس في الأوقات السعيدة أو الأوقات الجيدة، إنما في الأوقات الصعبة. Risk management هنا in the construction industry conducting risk management for every project is a must. طبعا لكل project بنعمله risk register والquantitative analysis والqualitative وكذا وكذا إلى آخره. إنما النقطة هنا risk management برضو must be conducted at the corporate level along with the organization's strategic planning. يعني مثلا شركة كبيرة
قرروا ياخذوا مشروع فيه هاي ريسك. قال لك طيب مش مشكله الهاي ريسك، لانه عندي انا 6-7 مشاريع مضمونه دي اللو ريسك. فحتى لو المشروع الهاي ريسك ده فشل او يعني خسر فلوس مش مشكله، لانه عندي في يعني enough reserve to back it up. لكن ما اقدرش اخذ 3 مشاريع هاي ريسك في ان واحد. فلابد من النظرة الكلية للكوربوريشن. نعم. زي مانجينج البورتفوليو. احنا عندنا في امريكا لما بتكون مثلا شايل فلوس التقاعد، وفي اي بلد تانية طبعا، بيجي اللي بيدور لك الفاينانشال انفستمنت بورتفوليو بتاعك بيقول لك طيب خلينا نحط 10% في الهاي ريسك. ليه بتحطها في هاي ريسك؟ لانه هاي ريسك هاي ريتيرن، يعني ان انت صحيح هاي ريسك لكن لو ربحت بقى ممكن تربح 60-70%، ونحط مثلا 40% في الميديوم ريسك، ونحط كذا الى اخره. فلا يمكن انك انت تخاطر بالفلوس كلها تحطها هاي ريسك. هوب فور ذا بيست اند بريبير فور ذا ورست. Maybe we are seeing some of the worst now. يعني ربنا يفرجها علينا جميعا. نعم. الامبورتنس للكاش فلو طبعا must be managed the cash flow at the single project level and the corporate level. Main office expenses اللي كنا بنسميها overhead both continue. في عندك ال anticipated المتوقعة، في continuous حاجة أنت عارف حتحصل لكن مش عارف بالضبط القيمة. بعضها عارفها، مثلا أجرة ال office بتدفع أجرة كل شهر مثلا $2,500، دي ثابتة ممكن تتغير كل سنتين أو كذا. اليوتيليتيز الكهرباء والمية، البيريوديكال زي التاكسز وليجل فيز والأكسيدنتال برضو اللي بتحصل كل فترة لازم تحسب حسابها. الفاينانشال ريسك must be دي قلناها. نعم. الفاليو اوف ذا ماني، طيب ايه الفاليو اوف ذا ماني؟ الفاليو اوف ذا ماني مبدا بيقول انه الدولار اليوم مش زي الدولار بكره، مش زي الدولار بعد سنه الى اخره. يعني قيمه الدولار ربما ثابته، انما في تضخم ان اسعار المواد الاجور بتزيد. فالقوة الشرائية المحصلة سواء الدولار نزل أو العملة مثلا اليورو أو كذا نزلت أو الكوموديتيز طلع سعرها ما بيهمش، إنما اللي بيهم إنه القوة الشرائية. إنه أنا كنت بمزح مع أصحابي في طفولتي، أنا لما كان عندي بين سن 8 إلى 11 سنة كنا في الخرطوم في السودان، والدي الله يرحمه كان أستاذ هناك، فقضيت الفترة دي في السودان. فكنت مصروفي كان شيلن اللي هو 5 قروش سوداني، كنت بشتري فيها ساندويتش وإزازة مشروب زي كوكاكولا بس كان مشروب سوداني، وبيزيد معايا تعريفة. فالقوة الشرائية كان شيء. الآن بتحط كدسة كده يعني يمكن 30-40 جنيه ولا يمكن 100 جنيه ما بتجيبش ساندويتش. فنعم الكومباوند انترست اللي احنا بنستعمل المعادلة دي future equals present multiplied by 1 plus i اللي هي الانترست raised to the power n اللي هي number of periods of time. طب ايه هي الاي بالشهر ولا بالسنة ولا بالكوارتر ولا باليوم؟ على حسب المقرض. المقرض بيقول لك دي كومباوند انيولي ولا سما انيولي ولا مونثلي ولا الاخره، والان بقى بتتعلق بعدد البيريودز اوف تايم. نعم. الامبورتنت النقطه المهمه هنا الحقيقه الشيء المهم نقطتين. النقطه الاولى اللي انا شرحتها انه دولار توداي از نوت، يعني ما تقدرش تقول قيمه المشروع 20 مليون 20 مليون امتى، اليوم ولا بكره ولا بعد بكره؟ لا، اذا بعدين بيختلف عن اليوم. النقطة الأخرى اللي هي الـ availability of funds. حتى ولو أنه المشروع في النهاية حيكون رابح، لكن أنا وصلت إلى نقطة في المشروع أنه أنا لازم أدفع مرتبات، لازم أدفع ثمن المواد وما فيش سيولة، دي حتكون مشكلة كبيرة. نعم. الـ credit cards الحقيقة يعني أنا بحمل معايا الـ credit card من سنة 83، وصعقت من سنين لما عرفت انه بيستخدم ازاي، الانترست بتستخدم ازاي. وللاسف كثير من الناس مش فقط في العالم العربي، حتى هنا في امريكا معظم الناس بقول لك يمكن 80-90% من الناس ما يعرفوش الحقيقه الانترست بتشتغل ازاي. نفرض انه يوم 16 مايو اشتريت شيء، اشتريت تلفزيون
تلفزيون بيج سكرين ب $500 حلو. فما فيش انترست يعني. انا الحقيقه سامحوني لا اعرف القوانين في الشرق الاوسط بالنسبه للكريدت كاردز، بس بامريكا بيقول لك ما فيش انترست اذا دفعت within time. فانت عندك سايكل، السايكل دي بتروح من 10 شهر الى 9 شهر اللي بعده. فبتسعة شهر بتقفل السايكل، end of the cycle. فالشروة دي بتاعتك التلفزيون هتجي في السايكل دي اللي هتجي في 9 جون. 9 جون end of the cycle. طبعا البنك يحتاج كده يومين زمان لغاية ما يحضر لك الستيتمنت، وستيتمنت بترسل لك، كانت سابقا ترسل ورقيا، دلوقتي بترسل إلكترونيا يوم 11 جون. وفي 11 جون بيقول لك المجموع اللي عليك هو $1,573.22، والديدلاين هو 1 جولاي. بيدي لك عادة حوالي 25 يوم تقريبا. 1 جولاي لو دفعت المبلغ بأكمله ما فيش انترست خالص. ماشي؟ طيب لو انت ما قدرتش تدفعها كليا، قلت هو بيقول لك مش ضروري تدفعها كليا، ادفع مثلا $100 فقط بس والباقي نقصته. فطالما انت لم تدفع المبلغ كليا، الانترست بترجع من يوم الشراء، مش من 1 جولاي، لا، من يوم كل حاجه اشتريتها الانترست بتروح. واتس اكرود اون ا ديلي بيسس، الاكروال ما اعرفش بيسموه يعني، التجميع بتاع الانترست بيبدا بيصير يوميا مش شهريا ولا سنويا. نعم. فهنا بيقول لك if you paid late، وحصلت معي انه نسيت paid late، هي 5 جولاي انت، هي 1 جولاي دفعتها كل كامله يوم 5 جولاي، هي 4 ايام بس، يقول لك لا لا، طالما انت تاخرت فالانترست والبينالتيز حيبداوا من يوم الشراء. المهم الخلاصه ان الفاينانشال سيستم ده خطير وشرير الحقيقه، وللاسف نقلوا الى الشرق الاوسط بشكل حتى أسوأ. نعم. السيستم هنا يعني I'm not gonna go over this in details، انما للاسف يعاقب الإنسان البائس المزربل. الإنسان البائس الانترست بتكون عليه أكتر. لما تروح عايز تشتري عربية مستعملة فبيقول لك تعال نشوف الكريدت بتاعك، الكريدت وحش، لا مش هنقدر ندي لك ب9.9، انت هندي لك ب19.9 ولا 20 مش عارف كم، ولازم تشتري انشورنس ولازم كذا، فتعاقب لانك انت miserable فيو بيكم مور miserable. نعم. طيب دلوقتي وي شيفت سبجكت ا ليتل بيت. الاكسبنسز طبعا يعني طبعا كلنا عارفين انه نوعين، الدايركت كوست اند انديركت كوست. الدايركت كوست المباشره اللي هي ليبر ماتيريالز ايكويبمنت اذر زي جوفرمنت فيز ولاب تيست والسب كونتراكت. بشكل مبسط جدا الليبر هنا العمال مش الموظفين. اثنين الماتيريال سواء استهلكت زي الفورمورك، انت حطيت خشب والخشب استهلك ماشي، او بقي بشكل دائم في المبنى زي الكونكريت. الاكويبمنت اللي بتستعملها زي البولدوزر، الحفار، الترنشر، مش عارف ايه، الكرين، الرافع. بالنسبة للسب كونتراكت، لو أنت الجنرال كونتراكتور عندك الإلكتريكال سب، الدفعة بتاعته بالنسبة لك تعتبر ديركت. بالنسبة للسب كونتراكتور نفسه هي برضو مقسمة ما بين ديركت وإنديركت. طيب وإيه الإنديركت إكسبنسز؟ عندك الجوب أوفرهيد، الأوفرهيد المتعلق بالمشروع ده بالذات، وعندك المين أوفيس أوفرهيد، الناس اللي قاعدين في المين أوفيس برضو لازم تدفع لهم. عندك الـ contingency allowance or contingency fund والـ profit المربح والـ inflation and escalation allowances، وده هنشرحه بشكل مبسط دلوقتي. طيب defining profit في لها عدة تعريفات. الربح ايه هو الربح؟ انا بشوف احلى تعريف هو it's a return for taking risk. والحقيقة يعني فوجئت بانه مبدأ الربح مش معروف عند كتير من الناس. It's not a salary. عشان نشرح النقطة دي بشكل سريع، واحد اسمه جو
قرر انه ايه يبيع سندوتشات على عربيه كده، العربيه العجلات. على فكره فانا من السنه الماضيه رحت نيويورك، ومن نيويورك ما شاء الله كتار اللي بيبيعوا فلافل وشاورما وكلهم مصريين، فكانوا لما يشوفونا بقى يعني يكرمونا. لو حد منكم زار، كان اسمها حلال برادرز اظن، نعم. فجوده عايز يبيع سندوتشات على عربيه متنقله، ما عندوش عربيه، فبيروح بيأجر عربيه ب 50 دولار باليوم، عربيه حلوه ومتنقله فيها كل الفاسيلتيز والسبلايز، العيش والمايونيز واللحمه والخس والطماطم وكذا، بتكلفه افريج 100 دولار في اليوم، ماشي. طيب في نهايه اليوم في افريج هو بيشتغل 12 ساعه، بيشوف انه عنده الغله، بنسميها بسوريا الغله او في مصر اظن نفس الاسم، 400 دولار. يقول لك طيب انا عايز احسب ربحي، ربحي كام؟ كام الربح؟ طب ممكن تحسبوها كده بسرعه، الربح كام؟ طيب هقول لكم، لو قلت 250 هقول لك غلط، الجواب غلط. ازاي؟ مش انت قلت يعني خد 400 وماينس 100 السبلايز و50 الرنت يبقى 250. بس ده مش المربح. عشان تعرف المربح، افرض ده بقى جو راح يشتغل موظف، مش انتربرنور، مش لوحده. الموظف ده بياخد كام؟ طيب في محل ما بيشتغل بيدوله 12 دولار في الساعه، هو اشتغل 12 ساعه، معناته 12 في 12 144، ده لو ما فيش اضافي للاوفر تايم. لنفرض ما فيش اضافي للاوفر تايم، بيبقى السالري بتاعه 144، يبقى المربح هو ال 400 ناقص ال 50 ناقص ال 100 ناقص السالري بتاعه يبقى 106 دولار. هل ممكن ان المربح ده يكون نيجاتيف؟ ممكن جدا. برضه هو بياخد مرتب لكن في النهايه في نيجاتيف بروفيت اللي هي لاس. طيب تعريف سريع كده، السكيدجول اوف فاليوز، انا اظن هو نفسه اللي بيستعملوه بالتعبير البريطاني اللي بيقولوا له بيل اوف كوانتيتيز، اللي هو ليستنج اوف اليمنت سيستمز ايتمز اور اذر سب ديفيجنز اوف ذا ورك استابليشينج ا فاليو فور ايتش ذا توتال اوف ويتش، المجموعه كلها ايكوالز ذا كونتراكت سم. هنشوف مثال دلوقتي. سكيدجول اوف فاليوز از يوزد فور استابليشينج ذا كاش فلو فور ا بروجكت and serves as a basis of payment request. طيب عندي هنا مشروع صغير اللي هو excavation. في اربع انواع من الاكسكافيشن، في عندك common earth تراب يعني، عندك sand، عندك rock صخر، عندك clay اللي هو والله نسيت بيسموه ايه الكلاي بالعربي، الغضار او اظن غضار، نعم. فكل واحد في quantity وفي يونت برايس. الكومون ايرث 4 دولار، الساند ده اسهل حاجه دولارين ونص، الروك 13، الكلاي 7.5. فلما بتضربها بالكوانتيتي بيطلع عندك التوتال لكل ايتم، بعدين بتجمع كل بيطلع، فقيمه المشروع ده 65212 دولار. طبعا ممكن يكون سكيدجول اوف فاليوز في اكثر، خاصه عشان الابديت، بيقول لك في الابديت التوتال كوانتيتي، كوانتيتي سو فار، كوانتيتي ذيس بيريد، ريمينينج كوانتيتي مش عارف ايه وكذا. بعدين من نفس العمليه بالنسبه للفلوس، الفلوس اللي خدتها لحد دلوقتي، الفلوس ذيس بيريد، ريمينينج بادجت كذا الى اخره. فممكن ينعمل له يعني يبقى سوفيستيكيتد جدا. الكونتراكت بين الاونر والكونتراكتور هيكون في مواد متعلقه بالكاش فلو زي الادفانس بيمنت. الحقيقه الادفانس بيمنت ما كانش عندي فكره عنها لغايه ما جيت واشتغلت في قطر، لانه في امريكا غير موجوده وغير مستعمله اطلاقا. اظن السبب الادفانس بيمنت انه العمال في الخليج العربي بالذات كلهم من برا، فعشان يبدا المقاول في اي مشروع عايز له يعني كميه كبيره من الكاش، لازم يجيب فيز للعمال، لازم يجيبهم بطياره من الهند ولا الفلبين ولا نيبال، لازم يعمل لهم معسكر بقى عشان يناموا فيه واكلوا، كل ده لسه انت لم تبدا العمل. فعشان كده بيدوا ادفانس بيمنت، يعني بتتراوح عاده بين 10 الى 30%، غالبا بين 15 وال 20%. طيب
اثنين في امريكا مش موجوده الادفانس بيمنت، انما بيدفعوا موبيلايزيشن، حاجه بسيطه يعني 30,000 50,000 يعني، عشان انا ليه الموبيلايزيشن فرقها عن باقي البيمنت اللي بتجي البروجرس بيمنتس. البروجرس بيمنتس من الاسم بين بروجرس، يعني انت عملت يا مستر كونتراكتور عملت شويه شغل فبتاخد مقابل الشغل. طيب الموبيلايزيشن لا، ما فيش شغل، انا مجرد انه انا حطيت رحالي، انا عملت تريلر هنا وجبت تمبوري يوتيليتيز وكذا وحطيت الفنس وعملت تمبوري رود وكذا، فبقول للاونر انا عايز بقى عشان الموبيلايزيشن ده. طيب في حاجة اسمها ريتينج أو بيسموها في الشرق الأوسط ريتينشن، نفس الموضوع إنه الأونر بياخد 10% من البيتشيكس لغاية ما يخلص المشروع، دي زي تأمين عشان يضمن إنك أنت تخلصه. وفي بعض المشاريع الكبيرة الحقيقة لما نوصل لميد بوينت بتخفض إلى 5%. في الليكويديت دامجز and or bonus غالبا بيكونوا مقترنين مع بعض. في برضو الماتيريالز اللي اشتراها المقاول لكن مش مركبة، يعني عنده مثلا اشترى 100,000 بلوك كونكريت بلوك، طيب ما مش هيركبها كلها سوا بآن واحد، فهل هيعوضوا الاونر؟ بتختلف القوانين، يعني في امريكا الديفولت انسر از نو، لا مش هيعوضك لو الكونتراكت مش مذكوره فيه، فيبقى لا الديفولت انه الاونر بيدفع فقط اللي تركب. طيب في ايد مرفوعه، نشوف في حد، والله مش عارف هنا، بس يعني اذا سمحتوا لي انه ناخر الاسئله لانه دخلنا في الاسئله دي مش هنلحق الحقيقه، فالمعذره انه انا حضطر اخر الاسئله اللي بعد. طيب progress payment request cycle and terms، يعني لازم تتحدد هنا في الكونتراكت انه كل واحد الاونر الرول بتاعه امتى والواجب بتاعه انه لازم يراجع خلال فتره معينه الى اخره كذا كذا. schedule of values type of percent complete، لانه قضيه percent complete وربما اعمل محاضره في المستقبل على في percent complete دي متاهه فعلا، في عندك اكثر من 10 12 نوع، والكونتراكتور ممكن يتوه الاونر بانه يلخبطه في البرسنت كومبليت، في بيست اون كوست، بيست اون فيزيكال، بيست اون ديوريشن الى اخره، في بيس لاين، في اكشوال، تشينج اوردر ريكويست، كل دول ممكن لازم يكونوا مذكورين في الكونتراكت. فاينل بيمنت اند فيسكال كلوز اوت. طيب البيمنت بروجرس بيمنت بكل بساطه الجنرال كونتراكتورز في نهايه كل سايكل في عنده سايكل غالبا شهريه غالبا، ومش ضروري من واحد الشهر لنهايه الشهر، لا ممكن يكون مثلا من 10 الى 9 الشهر القادم، بحيث 10 تبدا اللي بعديها، بيجمع كل العمليات اللي عملها سواء هو ولا السب كونتراكتورز في فاتوره واحده وبيبرزها للاونر، يا مستر اونر انا عملت كذا 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 وعايز الريمبرسمنت بناء على سكيدجول اوف فاليوز، على الاكشوال كوانتيتيز اللي مقاسه على الارض مضروبه باليونت كوست اللي مذكوره في السكيدجول اوف فاليوز. الاونر طبعا بيعمل ايه؟ بيتحقق عنده ريبريزنتيف انه فعلا الكميات دي انجزت والعمليات الحسابية مضبوطة مضروبة في اليونت برايس مضبوطة وكذا كذا، فبيقول له طيب ماشي وحنشيل الريتينج 10% وخد التشيك ده خلال فترة معينة. طيب في هنا اكزامبل مشروع كده صغير قيمته بالنسبة للكونتراكتور 1.377 مليون دولار، ده مش قيمته بالنسبة للأونر، لا حنشوف النقطة دي، ده قيمته بالنسبة للمقاول، هو حسب الكوست استيميت وسكيدجول التسلسل الزمني للسبندينج زي ما انتم شايفين هنا، ويقدر الكونتراكتور انه كلفة الاقتراض هي 1% في الشهر، يعني زي 12% في السنة تقريبا، 1% في الشهر، وإن الأونر حيحجز 10% من البيتشيك. طيب spending بتاع المقاول حيكون continuous variable زي ده ماشي، طبعا هي المفروض النيجاتيف ده تحت
بالنسبة للمقاومة. spending يعني negative يكون تحت، بس عشان الوضوح إحنا بنرسمها لفوق. The reimbursement is not a continuous variable, it's a discrete variable. يعني كل ما فيش كل يوم تدري فاتورة، لا بتجمعهم كل شهر في مبلغ معين. ولو ما فيش advance payment فالcontractor حيبقى في negative cash flow all the way until the final payment. الفاينل payment بتبقى دسمة كبيرة، والفرق ده بين ال two cash flow هو المفروض يكون المربح. يعني لو رسمنا الكيرف لتحت هيبقى شكله كده، لكن لفوق يبقى أحلى ومعبر أكتر. طيب نجمع هنا ولو تدوني انتباهكم شوية. معرفش إذا الكيرسر بتاعي واضح، أنا بنططه هنا فوق spending. spending ده محطوط في بين قوسين وباللون الأحمر عشان يؤكد أنه إيه نيجاتيف. ده من وجهة نظر المقاول، صرف في الشهر الأول 175,000، الثاني 210,000، كذا كذا. طيب الريمبرسمنت بتجي إزاي؟ هي متأخرة شهر، ففي الشهر الأول ما فيش ريمبرسمنت، الشهر الثاني اللي هي 157,500 تمثل إيه؟ تمثل 90% من 175. يعني 175 هنا الأونر دفعها للمقاول بعد شهر وناقص 10%، فحتلاقي المجموع هو نفسه. دي الفاينل بايمنت. الفاينل بايمنت زي ما قلت لكم هي عبارة عن آخر تشيك كاملا، ال 93,000 كاملا ما في حجز 10%، زائد الريتينشن أو ريتينج اللي تحجز سابقا كله. طالما البرفورمانس مرضي عنه كويس يبقى حتندفع كلها، يبقى ده زي ده بالضبط. والنت كاش فلو لازم يطلع معاك زيرو في النهاية، اللي هو this plus this طبعا مع الإشارة، يعني حتحط ده بالسالب وحتحط ده بالموجب. الكيميوليتيف كاش فلو التراكمي اللي هو في الأول شهر كان المقاول مديون ب 175,000، الشهر الثاني يبقى زاد الدين 52,500، الشهر الثالث زاد كذا كذا، حيتلاقي حيزيد إلى أن يكون ماكسيموم هنا 337,000، بعدين يبدأ في التناقص إلى أن بينزل للزيرو. ماشي. الفيوتشر فاليو هي محسوبة النت كاش فلو لكن مع الانترست، ومحسوبة على أساس أنه إحنا هنا في النقطة دي، فدي تبعد عنها 7 شهور، دي 6 شهور، دي 5 شهور إلى آخره. أنا عندي الإكسل شيت وممكن أبعثها لكم، أو آسف أنا طلعت من هنا بالغلط. طيب إيه المهم في الجدول ده؟ مهم نقطتين هنا. النقطة الأولى الماكسيمم ديت. الماكسيمم ديت أنه أنا حكون في لحظة من اللحظات مدين ب 337,000، فهل أنا عندي القدرة أني أوفر الدين ده؟ ده شيء ضروري. ثاني شيء الـ cost of borrowing money هتبقى حوالي $19,000. ده مبلغ صغير نسبيا لمشروع صغير بيستمر 7 أشهر، فما بالك لو المشروع 250-300 دولار، 500 مليون دولار لمدة سنتين، هيطلع الانترست بالملايين. فبيجي المقاول بيقول طيب الكلفتي 1.377 مليون، البروفيت بتاعي عايز 5%، الكوست اوف بوروينج ماني احط المبلغ ده 18,000، فالمجموع بيبقى 1.465 مليون دولار، ده اللي ابعته للاونر. ده الكاش فلو، لاحظ في لفوق ولتحت، وده النت كاش فلو مجموعهم الاثنين، وده الكيوميوليتيف. الثلاثة دول موجودين في الإكسل شيت، فبرضو أنا يعني أي واحد، أو ممكن أبعتها للبشمهندس عمر سليم وهو يبعتها لأي واحد عايزها. الأونر كاش فلو هو بالعكس، الأونر هنا عمال يدفع سالب 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 سالب، بعدين السهم ده الكبير لفوق هو البروجكت تيك اوفر، هو مش سيوله وانما الاكشوال فيزيكال بروجكت، وبعدين بقى في الفاينل بينت بتيجي بعدها بشويه. طيب لو في عندك الادفانس بايمنت، الادفانس بايمنت بيحط الكونتراكتور غالبا بي بوزيتيف كاش فلو في البدايه لانه بيديله دفعه في البدايه، ف
فممكن السؤال هنا does the contractor stay in positive cash flow the entire project? Maybe, maybe not. It is possible, but it depends on the amount of the advance payment. هل هي 10% أو 20 ولا 30 and other factors اللي هو مصروفاته في البداية. لاحظ هنا في برضو initial expenses, راح جاب العمال من برا وحط بنى لهم معسكر للنوم وللأكل وجاب ودفع ثمن الفيز والفحص الصحي وكل ده initial expenses. نعم طيب deductions, deductions ممكن تكون ايه retainage او retention, recovery of advance payment, يعني الـ owner اللي بيدفع لك الـ advance payment حيسترجعها تلقائيا بنفس النسبة. لو ادالك في البداية 20% فمعناته حيخصم 20% من كل paycheck. Recovery of material purchased and reimbursed but not installed, يعني لو انت خدت تمن الماتيريالز معينة لأنك اشتريتها مسبقا فكل progress payment لا تستطيع أن تضعها لأنك انت already حطيتها. بس هي اليونت برايس بتشمل الماتيريال, معناته لازم تطرح ثمن الماتيريال لانك دفع لك ثمنها. ديسبيوتد اماونتس حتنطرح لغايه ما الديسبيوت يتحل. بينالتيز لو في اي عقوبات عليك. فمستر كونتراكتور لازم كل الخمس ايتمز دي تكون حاسب حسابها. انت امل بتتامل انه ما فيش بينالتيز, بتتامل انه ما فيش ديسبيوتس, لكن كله وارد. يعني انت ممكن عملت حيطه من الكونكريت بلوك ماشي, وحاسب حسابك انه حتيجي بالريمبرسمنت. اجى الاونرز ريبريزنتيف قال لك الحيطه دي مش مظبوطه, مش هندفع لك لغايه ما تظبطها. قلت له لا مظبوطه, لا مش مظبوطه, فالديسبيوت ده عطلك ومش هيندفع لك لغايه ما يتحل مع الاونر. Source of funding, هل أنت يا مستر كونتراكتور معك تحت البلاطة شايل لك كذا مليون ولا بتقترض من مؤسسة مالية؟ ده وارد وده وارد, والكومبينيشن وارد جدا أنك أنت ممكن الاثنين سوا. أنت ممكن شوية عندك funds وشوية عندك البوروينج. النقطة هنا ما تقولش انه لا لا انا لم تكلفني البوروينج, ما فيش كوست اوف بوروينج لانه ايه استعملت الفلوس بتاعي. لا برضو لازم تحطها as expenses. ليه؟ لانه في حاجه اسمها lost opportunity. يعني لو الكاش بتاعك دي انت لم تستعمله هنا بال funding the project, انت كنت ممكن تستثمره في مكان آخر. فأفرض الاستثمار ده بيجيب لك 8% سنويا, أنت ممكن تشتري فيه عمارة وتأجرها شقة, والعمارة دي والشقة ممكن تجيب لك 5% 6% كذا. فأنت ممكن تشرج نفسك interest أو يعني مربح, إذا يعني أردنا البعد عن الحرج الديني إنه كلمة interest. طيب مربح إنه أنت الفلوس دي ممكن تربح كذا لو شغلتها. فما فيش حاجه اسمها لا ما تكلفنيش شيء. لا كل شيء له كلفه في الكونستراكشن. need to be aware and watch the credit limit. البنوك بيدوا لك لغايه ما, وما ما تحاولش تخدع نفسك تقول اروح لبنك تاني. لا 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 لا, credit limit دي universal. ده لو نطيت من بنك لبنك هيعرفوا انك انت واخد قرض من البنك الاولاني كذا كذا, فيقول لك طيب انت الكريدت ليميت بتاعك 10 مليون, انت واخد قروض اوريدي ب 7 مليون, معناته ما تقدرش تاخد غير 3 مليون. فالكريدت ليميت does not belong to one في قضايا البيزنس, to one financial institution, it's universal. طيب عشان تعمل الكاش فلو بيلزمك ايه؟ بيلزمك detailed cost estimate, كل item تعرف الكلفة بتاعته, وعندك detailed schedule, CPM schedule, critical path method schedule. هتعمل لكل activity في schedule cost or resource loading, يعني كل activity تقول كلفتها كذا. لكن أنا الطريقة اللي بفضلها إنك ما تعملش cost loading, تعمل resource loading. يعني الـ activity دي تقول عايز لها 3 عمال وفورمان وبمب وكذا كذا كذا,
البروجرام لو بتستعمل بريمافيرا بي 6 مثلا هيروح للريسورس ديكشنري ويقول لك العامل بيكلفك كذا، الفورمات بيكلفك كذا، فيحسب لك الكاست بتاع الاكتيفيتي اوتوماتيكلي. ولو انت غيرت حلاوه الريسورس لودينج انت تقدر تغير الكاست اوف ا ريسورس. يعني لو انت الكونكريت عندنا في امريكا بيتباع بالكيوبيك يارد، ثمن الكيوبيك يارد تقريبا $100 تقريبا، يعني بلس ماينس. لو انت حاسب حسابك على مثلا $103 وقدرت تاخد خصم واحد قال لك لا انا حدي لك ب99.5، تقول حلو بدل ما تبدل، انت عندك عماره من 30 دور ففيها اكثر من 300-400 ايتم فيهم كونكريت، بدل ما تروح ماني وتغير كل ايتم بايتم تروح للريسورس ديكشنري وتقول الكونكريت هغيره من $103 الى 99.5، بوم بس تكبس كبسه واحده هيتغير في كل الايتمز دي. ف كده بقى عندك سكيدجول كوست لودد ماشي. Knowing and implementing other expenses. طب ايه قضية الـ other expenses دي؟ دي الـ overhead. دي مش متعلقة بالـ individual activities. لا، متعلقة باستمرار العمليات. حنشوف. ده simulated CPM diagram. الدول A, B, C, D, E, F, G, H, I كلهم activities. اللي شايفينهم باللون الأخضر طبعا، ممكن يكون أخضر أحمر يعني، بس رسمتها كده أنا. وعملت جوا الأكتيفيتي الكوست لودينج. الـ A عملتها لينير، يعني هي $2,500 توتل على 5 أيام كل يوم 500. إنما B لا، عملتها أول يوم حصرف 1000 يمكن أجيب المواد، بعدين تاني يوم 500، ثالث يوم 200، رابع يوم 200، يبقى عندي A 1900. إنما مش لينير، فانت تتحكم في التوزيع المالي ضمن كل اكتيفيتي. الاوفر هيد هنا محطوط فوق، انا بصرف يوميا $150، والمبلغ ده برضه ممكن يتغير. يعني افرض انه انا في المشروع بدات ب عندي 4 موظفين بس اداريين، بعد فترة بعد شهرين زاد العمل وأنا لازم أوظف ناس تانيين، زاد استهلاك الكهرباء لأنه دخل الصيف وبنولع المكيفات ومش عارف إيه إلى آخره، زاد استهلاك المية، فممكن حتى الأوفرهيد بيزيد، يعني أنت تتحكم فيه في الأوفرهيد. النقطة هنا أنه vertically you add up. مثلا يوم 25 أبريل أهو ده اللي بنطط الكيرسر عنده، أنا جبت الـ 1125 من وين؟ جمعت $150 زائد 200 زائد 175 زائد 600 ماشي؟ جينا هنا العملية اختلفت، الـ 200 وقفت لكن زاد 450 هنا، فده بيديني الصرف اليومي للمشروع. طيب scheduling issues. الـ cost distribution زي ما قلنا ممكن يكون على كيفك، ممكن تحطه linear، ممكن يكون مثلثي parabolic، peaks at the beginning peaks in the middle. ممكن التشكيل ده على كيفك، ده لا يتبع كيرف معين، وانت ما تحط انت percentages بشرط انه في النهاية الدول they add up to 100% of the budget of this budget or resources of this activity. يعني أول يوم صرفنا 25%، بعدين 20%، بعدين 15%، 10%، 10%، 5%، 5%، لو جمعتهم كلهم حيطلع 100%. Leveling resources. أنا re-initiate. أنتوا فطرتوا بس إحنا لسه ما فطرناش، عندنا المغرب له 4 ساعات. طيب Leveling resources. الليفلينج ريسورسز حاجة مهمة جدا. لما تعمل ليفلينج ريسورسز يعني ما فيش عندك valleys and peaks، بتحاول ما فيش طلعات ونزلات sharp، ف بتأخر بعض العمليات اللي فيها يعني عايز الاستهلاك بتاع resources، الميجر resources يبقى as smooth as possible. إنما بعد ما تعمل كده توصل إلى مرحلة مش عايز تحرك العمليات الactivities خالص، لأنه لو حركتها هتسد لك resource leveling. نعم. ف
ميك شور انه بتاخذ الكاش فلو بعد ما تعمل الليبلنج لو عايز تعمل الليبلنج. نعم. Importance of accuracy of work and documentation. You don't want to have, يعني ضروري انك documentation هنا مهمة جدا جدا، لانك انت ككونتراكتور اخر حاجة عايزها انك الاونر to reject your pay request، يقول لك ده مش مظبوط. فانت لو عندك proper procedures and documentation هتقوله لا يا مستر اونر تعال شوف في اليوم الفلان عملنا كده، وده توقيع الريبريزنتيف بتاعك شاف انه في 120 تراك عليها سول محمله، فيعني انت تثبت له تماما. في الدوكيومنتيشن مهم جدا. ان كيس وي نيد تو اكسلريت، لو 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 عايزين نسرع المشروع لازم تنتبه انه البيمنتس هتكون اكثر لسببين. اولا غالبا كلفه المشروع الكليه هتزيد، وثانيا وي ار دوينج مور per unit of time. يعني كنا بنعمل X في اليوم شغل، في الأكسلريشن حنعمل X زائد 10%، X زائد 20%، فطبعا قيمتها حتزيد. Everything is on fast pace. وأحيانا ودي عايز لها بقى سيمينار مستقل بذاته، ممكن نعمل Acceleration within certain limits وحتلاقي كلفة المشروع الكلية قلت. ده يعني في الاكسلريشن سيمينار ان شاء الله. طيب سكيدجول ابديتنج، سكيدجول ابديتس، سكيدجولز ار بريدكشنز طبعا اوف فيوتشر بلانز، ريرلي اف ايفر ثينجز جو اكزاكتلي اس بلان. لازم طبعا تختلف ويصير في فارينسز الى اخره. ذس از واي ابديتنج سكيدجول، ذا سكيدجول از اكستريملي امبورتنت. Check all the parameters, actual durations, remaining durations, كذا كذا. بالمناسبة يا جماعة أنا ملاحظتي الشخصية يعني خلال فترة عملي، أنا الحمد لله عندي 30 سنة أو 31 سنة من الخبرة، تقريبا نصها أكاديمية ونصها في المشاريع، لاحظت أنه خلال الأبديتينج بيكون للأسف التركيز دايما على اللي اتعمل وليس على الريمينينج، ودي حاجة خطيرة الحقيقة. يعني عندك مثلا activity الoriginal duration 6 أيام، أنت دلوقت الactual duration 3 أيام، فأنت قضيت نص duration ماشي، لكن وجدت أنك أنت أنجزت 30% من الشغل بس، فمنطقيا مش هتقدر تعمل 70% الباقية في 3 أيام. لاحظ أنه أكثرهم they don't adjust the remaining duration. ليه؟ لأنه بيبص فقط على الactual، عايز بقى الفلوس تندفع له، شوف يا مستر اونر احنا عملنا كذا كذا كذا، بس انا بيهمني برضو الريمينينج، مهم جدا جدا، لانه it reflects ال adjusted completion time، مش بس completion time للمشروع، برضو للفعاليات القادمة. انا عايز اعرف الامباكت on the future activities, the upcoming activities, the successors. دي هتتأخر يومين، دي كذا إلى آخره. نعم. Any change to completion date لو ال owner ادالك extension مثلا أسبوع أو كذا عشان كان في عاصفة ترابية غير متوقعة أو كذا إلى آخره. نعم. Other cash flow issues, materials management. It's a balance between just-in-time and inventory buffer theories. There are two theories. إحنا we will never work exactly with one. لازم نكون بينهم. إنما ممكن نكون leaning toward دي ولا دي. يعني الفرق بينهم in just-in-time أنسب في الأماكن المزدحمة في وسط downtown. عندي بقى ما فيش مكان للستورج، مش آمن الستورج قوي، ممكن يحصل سرقة كذا. وعندي 20 محل building supplies ممكن لو احتاجت حاجة أطلبها خلال ساعة تبقى delivered ماشي. الانفنتوري بافر بالعكس، لو كنت في مكان صحراوي بعيد يبقى اشتري بقى وحطه خزن، عندي مساحات شاسعة للتخزين وما فيش يعني خوف من السرقة لأنه بعيد عن العمار، وبنفس الوقت أنا بعيد عن الفندرز والسبلايرز، فما أقدرش بكل سهولة أقول له بعت لي مش عارف أي كيسين أسمنت ولا إلى آخره، حياخد وقت وكلفة عالية. فإحنا بالانس بين الاثنين. Think of all the cost of the materials, the purchase cost.
تمنى، ولما تقول له بيرشيس تقول له ديليفرد لفين وكذا والى اخره، لازم العمليه دي تكون دقيقه. الادمنستريتيف كوست، الموظف اللي قاعد بيعمل تليفونات وبيبحث في الانترنت والى اخره، والكمبيوتر والاوفيس، ستورج، سكيورتي، انشورنس، ترانسبورتيشن، هاندلنج، انترست، كل ديسكاونتس، كل دول محسوبين في الماتيريالز مانجمنت. كوست ميبي may not be the single factor to decide. طبعا في الكواليتي، في السبيد الى اخره للماتيريالز، when to pay to pay for the materials. الترم ده بيستعملوه الماتيريالز سبلايرز في امريكا، بيبعت لك الفاتوره بيقول لك 2/10 net 20, 30. ايه يعني؟ يعني لو انت دفعتها خلال 10 ايام هندي لك ديسكاونت 2%، انما لو ما دفعتش معك 30 يوم تدفعها، بعد 30 يوم في حيكون في interest and penalties. فيعني عندك ثلاثة options: واحد تدفعها خلال 10 ايام وتاخد discount 2%، اثنين تدفعها بعد اكثر من 10 ايام لكن within 30 يوم يبقى تدفعها زي ما هي، ثلاثة تأخرها عن 30 يوم وتتعرض للعقوبات والinterest. طيب البيد تريكس اللي ممكن يعملوها ولازم نتجنبها، البيد انبالانسينج، انك ترفع اسعار بعض المواد خاصه اللي بتعملها بدري عشان تاخد فلوس اكتر على حساب الايتيمز اللي بعدين بتنزلها عشان يبقى المجموع هو هو. مانيبيوليتينج ذا كوست ايتم، التلاعب بالكوست ايتيمز. مانيبيوليتينج ذا سكيدجول، العملية الأزلية اللي هي الفلوت بين الأونر والكونتراكتر. بعض الأونرز بيتطلبوا إنه I should own the float، بيحطها في الكونتراكت، فالكونتراكتر بيقول له طيب خدها بالإيد اليمين وهاتها بإيد الشمال إزاي، فبيعمل كده شوية يعني خدع، بيطلع بيشيل الفلوت من السكيدجول عشان هو يحتفظ فيها. طبعا ده المفروض غير قانوني وغير اخلاقي. inaccurate exaggeration of front end cost loading of activities. flip flopping، الflip flopping دي بالpercent complete ممنوعه تماما. انت لو اعتمدت بالpercent complete معينه، واحنا دايما بننصح الاونرز انت افهم الpercent complete تعني ايه بالضبط، وألزم الكونتراكتور أنه يبقى على نفس النوع أو نوعين إلى آخر المشروع. hiding trouble issues، حطها تحت السجادة عشان ما تبينش. طبعا ده من يعني international work issues تقريبا احنا خلصنا الحمد لله on time. government laws and regulations، أسوأ شيء ممكن تعمله أنك أنت تجي بلد ما تعرفوش وتتصور أنها زي البلد بتاعتك. لا، يعني حتى لو بلدين متجاورين ممكن يكونوا مختلفين جدا في القوانين والبيلدينج كود. local culture واللانجويج. availability and cost of resources، طبعا في امريكا كل الليبر لوكال، انت بتجيبه لوكال، في بلاد تانية بيقول لك لا لازم نجيبه من برا كذا. استيراد المعدات برضو، البولدوزرز مش عارف ايه، قد تظنها انه عمليه بسيطه وثم تجد أنها عملية شبه مستحيلة. communications، التواصل مع الفرقاء الآخرين. الكارنسي، أنا اشتغلت في مشروع من زمان في قطر بنتعامل بتو كارنسيز بآن واحد، ريال قطري ويورو، وكانت يعني كابوس ده. insurance and bonds، نعم بتختلف برضو الايتم ده، ده very very major. في أمريكا في حاجة اسمها الورك workers compensation، الناس بتسميه workman's compensation، ده يصل الى نسب خرافيه احيانا فوق 100% من اجره العامل. نعم، واجر العمال، اجور العمال هنا في امريكا غاليه جدا، يعني ممكن تصل في الساعه الى 60 و70 دولار في الساعه. what's the default، يعني لو مش مذكوره في العقد يبقى ايه، برضو بيختلف حتى ضمن امريكا يختلف توزيع مثلا الفلوت، who owns the float. طب لو رحت فلوريدا مختلف عن كاليفورنيا، مختلف عن تكساس. يعني غالبا هو طبعا بالنسبه للفلوت غالبا if it's not mentioned it's owned by the contractor، بس يعني بيختلف. في تكساس انا فاكر it's first come first serve، يعني لو سب كونتراكتور خده يبقى
السكسسور يبقى راح منه. طيب بيقول له ما سبتليش فلوت، والله انا اسف انا خدته انا قبلك. فالقوانين دي الديفولت بتختلف برضو. البيروقراطيه برضو، البيروقراطيه في بعض الدول مهلكه يعني مزعجه جدا. فانت عشان تاخذ الفاتوره، الجماعه اللي في الهند الحقيقه اسوأ بلد شفته في البيروقراطيه هي الهند. انا بتعامل بعمل لهم سيمينارات اونلاين، بينشفوا دمي، بيطلعوا عيوني عشان يدفعوا لي، بيدفعوا لي بالاخر بس بعد تاخير وبيروقراطيه و26 توقيع ومش عارف ايه الى اخره. طيب احنا كده خلصنا. دول باي ذا واي ذوز ار ماي تو بوكس. اللي على الشمال هو الكوست استيميتنج بوك. الار اس مينز حقيقه اكبر واشهر شركه في امريكا في الداتابيسز، او عندهم سوفت وير لو وعندهم اونلاين استيميتنج. الاونلاين استيميتنج بتاعهم حلو جدا، وحتى اي واحد ممكن اي واحد منكم ممكن يعمل فري 30 يوم ل 30 يوم تجربها فري اونلاين. ار اس مينز اونلاين استيميتنج اظن. الكتاب بتاعي ده الطبعه الخامسه، كنا لحد الطبعه الرابعه بندي سي دي. السي دي كان في داتابيس و estimating software. الطبعة الخامسة الحقيقة نقلنا من السي دي إلى أونلاين. right. طلع ده جديد جدا يعني، ده طلع في مارس السنة دي، بقاله شهرين فقط يعني في السوق الحمد لله. الكتاب الآخر اللي هو الـ Construction Project Scheduling and Control، الطبعة الرابعة دلوقت، طلعت في أواخر السنة الماضية 2019. نعم. طيب انهيت الموضوع ده. ربما يكون عندنا واو في الشات، هنروح للشات بقى هنشوف نشوفها ازاي بقى. لحظة خليني، والله مش عارف اشوف الشات ازاي. طيب دقيقة. participants السلام عليكم دكتور. هو تقريبا السلام، ما فيش اسئله في الشات، بس حد عنده سؤال يرفع بس رايز هاند مع التاكيد ندخل في الموضوع على طول وما نطولش على الدكتور لان هو صايم، فمش عايزين نرك الدكتور. يا ريت يعني السؤال يكون مركز، لو حد عنده سؤال بس يعمل رايز هاند. عبد الرحمن عباس اتفضل يا فندم. الو. ايوه اتفضل اتفضل اخ عبد الرحمن. ميرسي قوي على المحاضره. كان عندي بس سؤال، انا دلوقتي واحد عمره ما اشتغل ببريمافيرا او اي كوست كنترولينج بروجرام. حضرتك قلت في النص ان هو البريمافيرا ممكن تنتجريت فيه الكوست بتاع كل اكتيفيتي، مظبوط؟ نعم صحيح. سو يعني ممكن الواحد من الاخر كده يضرب عصفورين بحجر ويعمل تايم بلاننج وكوست بلاننج ثرو بريمافيرا اللي هو وان بروجرام بس. خبرتي مع بريمافيرا، هي بريمافيرا يعني برنامج ممتاز جدا الحقيقة. لما كنا في شركات خاصة القدرة المالية، قدرة الإدارة المالية بتاعته كانت كافية. بعدين أنا اشتغلت في الحكومة هنا في أمريكا، الحكومة الإدارة المالية بتاعتها معقدة جدا معقدة جدا. يعني الانكم في عندك الجاز تاكسز اللي هو البروبرتي تاكسز والمش عارف اي كذا كذا، في عندك حوالي 25 نوع من والماتشنج فاندز والفيدرال جرانتس والكذا كذا كذا. فلا يستطيع بريمافيرا انه يستوعبها لا. فكان عندنا برنامج خاص فينا اسمه بنسميه فيمس، هو مش فيمس بمعنى مشهور لا، هي اختصار خمس احرف FAMIS. It's a financial management system. فعملنا الحقيقة مشروع رائع جدا. الكلام ده قديم في 2002 يعني، أنا قعدت معهم ست سنين وشوية. صممنا سيستم من ثلاث بروجرامات بأن واحد. بريمافيرا بيدينا التايم لاين، فيمس ده بيدينا المعلومات المالية، وبنجمعهم سوا بواسطة البروجكت اي دي. كل بروجكت له يونيك اي دي، بنجمعهم سوا في برنامج ثالث يعني. وحقيقة كانت حلوة جدا، عملناها حتى أنا والتيم بتاعي في بريمافيرا يوزرز كونفرنس في نيو أورليانز في 2004. نعم.
فهو في عنده قدرة البريمافيرا على ال... نعم في تفضل شانس البراء. يعطيك العافية أستاذنا. الله يعافيك. أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل. الله يحفظك. الله يحفظك. احنا تابعنا محاضراتك، يمكن هاي المحاضرة الثالثة أو الرابعة أونلاين وجدناها على النت، يعني الحمد لله محاضرات قيمة جدا. الحمد لله جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يسلمك يحفظك. دكتورنا الفاضل، معظم العقود لما بتحسب الأوفر هيد، طبعا عندنا بالميدل إيست يحسبوها از نفقات عامة، يحسبوها 20% من قيمة العقد. نعم طبعا هذا الكلام صحيح، الا قيمة تقريبية تعتبر النسبة الأوفرهيد تتناسب يعني مع عدة عوامل، أهمها حجم الشركة، كلما كبرت كبرت الشركة كلما قلت النسبة. فال 20% ما أستطيع أقول لك إنه مناسبة ولا لا، قد تكون شوية زيادة الحقيقة. المفروض يعني بشكل عام أنا بشوفها 15% هي الأفريج. الشركات الكبيرة ممكن ننزلها إلى أقل من ذلك بكتير، وممكن الشركات الصغيرة تصعد إلى يمكن حتى 30%. فالنقطة يجب أن يراقب أو إدارة الشركة أن تراقب المصروفات وتتأكد أنه ما في هدر للموضوع، يعني ما عندك موظفين قاعدين في المين أوفيس مشغولين بنسبة 20-30% وباقي الأوقات ما عندهم شيء. فهي قضية ضبط الـ other expenses بالذات الـ overhead مهمة جدا، لأنه عدم مراقبتها هو سبب أساسي للانهيار المالي. دكتور، لأن معظم الشركات الكبيرة إذا يكون في عندها فائض من الليبر اللي هم المانجرز والإنجينير، ف ألو أيوة معك. شوف أنا فهمت عليك النقطة، هو الشركات الكبيرة شو فرق عن الشركات الصغيرة؟ إنه عنده flexibility، يعني أنا عندي 20-30 مشروع، فعندي 2 أو 3 schedulers ماشي، السكيدجولر هاد خلص المشروع حتما في مشروع آخر. أما لو أنا عندي شركة صغيرة ما عندي غير مشروعين وأنا عندي dedicated scheduler قاعد على المشروع، خلاص المشروع لسه ما عندي واحد تاني، فأنا أمام خيارين أحلاهما مر، أنه أنا إما أدفع له فلوس وهو قاعد ما عم بيعمل شيء، أو خليه يعمل very very cheap administrative labor، ممكن واحد بربع مرتبه كان يعمله، أو أنه to let him go، قل له مع السلامة. لكن لو قلت له مع السلامة قد يصعب علي أنه يجيب واحد غيره. فهي التشالنج اللي بيعملوه غالبا في الشركات الصغيره، انه بيقول لك بتلبس اكثر من قبعه في ان واحد، يعني انت السكيدجولر وانت الكوست استيميتر وانت السيفتي مش عارف ايش، فانت عم تعمل مالتي فانكشنز حتى ما يجيبوا واحد ديديكيتد سكيدجولر وواحد ديديكيتد كذا وكذا، and they cannot afford them because they cannot keep them fully occupied. Another question, sir. I want to ask. I have confusion between the scheduler and the planner. أنا كتبت article أثارت كتير من في LinkedIn. رجع لها article من حوالي شهر تقريبا كتبتها. دور على اسمي. أظن هي article الأخيرة أو قبل الأخيرة. عملت يعني حوار طويل. أنا بالنسبة لي أنا يعني أصر على أن هناك فرق بينهما. البلانر is not a scheduler, the scheduler is not a planner. لكن للأسف لما رحت للمشرق العربي وجدت أنه كلمة planner تستعمل للscheduler. على كل حال it's semantics, it's يعني من آن إلى آخر، بس التأكيد هنا أنه planning is not scheduling. الحقيقة ما عندي وقت للشرح لأنه هي تحتاج محاضرة بحد ذاتها، لكن بشكل مبسط جدا جدا ارجع إلى LinkedIn article اللي أنا كتبتها، وممكن إذا فيما بعد أرسل للباشمهندس عمر سليم اللينك تبعها، هي على LinkedIn إذا بتحط اسمي تطلع لك إن شاء الله. سؤال أخير دكتور، أسف على الإطالة. أنت لما حكيت بالمحاضرة إنه إحنا ما الريسك مانجمنت هي اللي تأثر على المشروع،
فهل نعتبر السيفتي مانجمنت انه تعتبر از ريسك مانجمنت اور نو؟ لا 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 هذه بنسميها HSE HSE Health Safety and the Environment اللي هي قضايا ما بعرف اذا بتسمعوا بأوشا أوشا اللي هي Occupational Safety Health Administration أما لا الـ Risk Management هي الريسك على الـ Outcome of the Project إنه can the project finish on time and within budget شو العوامل اللي ممكن تؤثر عليه. جزاكم الله خيرا دكتورنا وأتوافق معك بأن الهند بلد لأني موجود بالهند حاليا بيروغراطي نعم ما شاء الله ما شاء الله خير. طيب. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل وتقبل الله طاعتكم. آمين جميعا آمين. أستاذ محمد القاضي أستاذ القاضي أيوة وين الأستاذ القاضي؟ طيب القاضي مش راضي. طيب بشنو سعد السلام عليكم. عليكم السلام كيف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا. بصراحه عاجزين عن الشكر دكتور عن الشكر يا دكتور على هذا العلم الغزير المركز وهذه المحاضره جعلها الله في ميزان حسناتكم. امين الله يحفظك. امين يا رب. وبنشكر المهندس عمر وبي ام اريبيا على اتاحه هذه الفرصه. ما شاء الله عليهم. الله الله يخليك يا فندم الله ونامل ان حضرتك ترسل لنا الاكسل شيت اللي حضرتك وعدت بيه. حاضر. مشكورا يعني جزاكم الله كل خير ونلتقي ان شاء الله في محاضرات مقبله بعد رمضان ولا نريد ان نطيل عليكم في الاسئله ونعلم أنكم صائمون عزم الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله لكم. تفضل. بشنط محمد الله كرشن في سؤال حضرتك هل أنا كمقاول مفترض أن أنا أعمل تقديم واعتماد الكاش فلو من الملك من عفوا من من المالك عادة لا بس يعني هو كل bidding process سواء government ولا private بيتطلب qualifications وفي نوعين من qualifications ال pre bidding وال post bidding qualification. بال qualifications غالبا يتأكد المالك من القوة المالية لل contractor يعني المالك مش عايز واحد يقول له هعمله كذا 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 بعد كم شهر يتبين انه عاجز ماليا عن ففي يعني اوراق ثبوتيه قد يتطلبها المالك ويختلف المتطلبات سواء كان government ولا private للتاكد من القوه الماليه للمقاول ده شيء طبيعي. ماشي دكتور الله يكرمك. في حد اللي هو الجهاز اللي هو هواوي مهندس حسن زكريا معاك. ازي حضرتك باشمهندس عمر ازيك استاذ اتفضل. يا دكتور انا بشكر سعادتك على المحاضره القيمه. انا يعني اشتغلت في موضوع الاستيميشن ودراسه المشاريع يمكن اكتر من 25 30 سنه. عندي بس سؤال صغير في بعض المشاريع اللي من دراسه الدوكيومنتس بتاعتها بيبقى باين ان المشروع ده هيبقى فيه كليمز هيبقى فيه واضحه جدا ان هيبقى فيه كليمز هل احط الكليمز دي وتوقعاتي ليها في الكاش فلو بتاعي ولا لا حطها في الكونتينجنسي انا برايي لا ما تحطهاش في الكاش فلو حطها في الكونتينجنسي لا حطها في الكونتينجنسي يبقى كانها ادينج للمشروع. نعم نعم انت بتفكرني الحقيقه يعني سؤالك حلو جدا بتفكرني انه مثلا عندك مش بالناحيه الماليه بناحيه الوقت مثلا انت عندك اكسكافيشن الاكسكافيشن ده انت قلت لو اشتغلوا مظبوط هياخدوا 10 ايام ماشي لكن انت تتوقع انه مثلا ممكن يعطلوا شويه يكسلوا شويه فهتديلهم يومين فانت تمام. هل حتقول للكرو بتاعك حدي لكم 10 ايام ولا 12 يوم
انا بالنسبه لي لا هضغط عليهم ب 10 ايام مش هديهم. حلو تماما بالضبط. ليه؟ لانه لو اديتهم 12 يوم حيمطمطوا بالضبط. لذلك دائما الكونتينجنسي سواء كان تايم ولا ماني تمام بنحطه منفصلا وحط خط تحت منفصلا. لانك انت مثلا لو واحد قلت له والله يروح يشتري المواد دي ثمنها 1000 بس اديته 1100 حيصرف كام؟ حيصرف 1100 والا كتصرفت. تمام فانت ادي له 1000 وخلي 100 في الجيب الثاني مخبيه احتياط. فدايما بنأكد على قضية contingency money and contingency time تنشال منفصلا. انت بينك وبين نفسك وما تقولش للكرو. عامل حسابك انه لو حصل انا عندي احتياط لكن ارجو وادعو الى الله انه ما يحصلش. تمام. جزاك الله خير يا دكتور. ويعني الحقيقة محاضرة قيمة جدا. وأنا يعني بقالي أيام ما بحضرش لكن المحاضرة دي بالذات يعني حضرتها واستفدت جدا. جزاك الله كل خير وربنا الله يبارك. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الله إن شاء الله. دكتور في سؤال لحضرتك برضو. معنى ذلك أنه بيتم عمل برنامجين, واحد داخل المقاول حسب التسعير بتاعه وواحد للمالك بسعر المشروع. ده المهندسة إناس سيد. نعم كلامها صحيح. وده كان انا فاكر انه من زمان لما اشتغلت في الكوست استيميتنج وكنت عايز اقول للمهندس اللي سال السؤال قبل ده كان اسمه ايه اللي سالني السؤال, مش المهندسه ايناس اللي قبلها نسيت اسمه, محمد القاضي. فهو بيقول انه اشتغل 25 سنه في الكوست استيميتنج. انا عمال اضحك اقول يا رب انت صمتت ازاي, انا اشتغلت 3 سنين وحتجيني السكته القلبيه والجلطه لانه الكوست استيميتنج ده يعني فيري هاي ستريس. عايز تروح تنام تقول يا رب انا سبت حاجه ولا زودت حاجه ولا نقصت. النقطه دي اللي بتسال عليها الاخت ناس الحقيقه كنا بنواجهها انه احنا الكلفه دي هل هي كلفتي الهارد كوست بتاعتي انا ولا وات ام تشارجينج. نعم فهي الحل بانه نحط الانديركت اكسبنسز نجمعهم مع بعض. الديركت لوحدهم اللي هو حندفع كم ثمن المواد, حدفع كم للليبر للعمال والاكويبمنت بس, ده هارد كوست. بعدين ال السوفت كوست او اللي هي الاندايركت اكسبنسز هحط فيها الاوفر هيد بتاعي تبع البروجكت, هحط فيها الاوفر هيد بتاع المين اوفيس او نجمعهم سوا معلش, هحط فيها البروفيت, هحط فيها الكونتينجنسي, هحط فيها كذا كذا كل الاشياء الاحتياطيه اللي انا مش عايز اوريها للاونر. فلما when I charge the owner طبعا حيكون التوتل ده وده, بس الأولاني الهارد كوست ده للفيلد كنترول. الفيلد كنترول ملوش علاقة بالأوفرهيد. يعني أرجو أني أكون جاوبت بشكل يعني مفهوم. الله يكرمك. أبو شنف عمر. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بس عندي سؤالين out of خارج موضوع الحلقة بتاعتنا. والسؤال الأولاني, أنا حضرتك مدير مشروع حديث, فكنت عايز أعرف إزاي أكون مدير مشروع متميز, طرق الوصول للموضوع ده إزاي, والمهارات المفروض أكون عندي وأحصل عليها إزاي. السؤال الثاني, حضرتك تقدر تفيدنا لو إحنا عايزين نطلع من منطقة الشرق الأوسط ونشتغل برا سواء أوروبا أو أمريكا, إزاي طريقة الوصول للخارج إزاي. شكرا لحضرتك. العفو. الحقيقة السؤال الأول طويل لا أستطيع الإجابة عنه لأنه يحتاج محاضرة, لكن إذا نصحتك بشيء أنصحك بأنك تقرأ كتاب في الذكاء العاطفي. طبعا الناس هتقول لك إيه دخل العاطفة, لا الإيموشنال إنتليجنس شيء مهم جدا جدا في التعامل مع الناس, لأنه البروجكت مانجر بيحتاج عدة أنواع من السكيلز, بعضها تكنيكال وبعضها مش تكنيكال, لكن من أهمها قدرة التعامل مع الناس, ومن أهم الصفات إنه يكون عنده ذكاء عاطفي, بمعنى التحكم, فهم العواطف والتحكم بها. بالنسبة للشغل الحقيقة ما أستطيع أن أفيدك بشيء لأنه أنا الحقيقة لست في سوق العمل, يعني لا أنا I'm not looking for
for a job and I'm not looking to hire people. لكن من زمان يعني الشيء اللي تعلمته أن لا أهمل أي فرصة. يعني ده احتمال مش عارف كذا كذا. ومن زمان كتبت فيها أرتيكل أنه أنا سنة يا ربي كانت 91 سنة 1991 كنت فعلا في حالة يعني بدور على شغل وكنت بخلص الدكتوراه يعني بقالي سنة وشوية واشتغلت visiting professor وبعدين خلصت الassignment وعمال أدور وأنا متضايق. فكان في فرصة كده في واحد قال لي في جامعة عايزين واحد فاتصلت فيهم قال والله عندنا فريز ما نقدرش دلوقت لأنه الجوفرنر لأنه كان جامعة حكومية الجوفرنر عامل فريز وكذا وهذا. فقال لي قال لي إذا حبيت ابعت لي الرزمي الرزمي أنتوا بتسموه أظن السي في. فقلت طيب وكان وقتها ما فيش لا إيميل ولا سنة 91 فقلت يعني يلا حدفع ثمن الطابع البريد ودفعتها له. سبحان الله بعد ثلاث شهور تقريبا بيتصل فيها هو نفسه دكتور كيث هيكمان فاكر اسمه لسه بيقول لي صالح انت لسه بتدور على شغل؟ قلت له اه بدور على شغل. يقول لي عندنا شغل امتى تجي على انترفيو؟ قلت له هي على طول اجي لك الليله. فالحمد لله واشتغلت عندهم استاذ سبع سنين وكنت يعني في مبسوط جدا الحمد لله. فاحيانا الواحد الهنت الثاني ما تنتظرش انه الشركه تعلن عن شواغر لا 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 لا, لا. ابعت لهم. ومعلش خليني أضيف هند ثالث مهم جدا 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 لأهل الشرق الأوسط لما يبحثوا عن شغل في أمريكا. ما عرفش ليه الكلتشر لاحظتها في الشرق الأوسط تميل نحو الإطناب. الإطناب يعني أنت بالسي في بإعداد السي في بتاعتك بتعملها عشر صفحات ومش عارف إيه وأنا عملت كذا وأنا هارد وركر ومالتي تاسكينج وبروبلم سولفينج وأنا مش عارف سنسير وكذا. كل ده في أمريكا حيرموه في الزبالة وحيتريقوا عليك. ما فيش حد يمدح نفسه يعني في السي في. قول لي الكريدنشلز اللي تقدر تثبتهم بالورق. معايا بكالوريوس ده ممكن. معايا سيرتيفيكت بي ام بي طيب ده. أما هارد وركر أي واحد ممكن يكذب يقول لك أنا هارد وركر أنا انتليجنت أنا فظيع أنا ما فيش زي أنا زي مش عارف الكلام ده. بعدين في أمريكا السي في ما تزيدش عن صفحة أو صفحتين ماكسيموم. لو انت عندك خبره يتبقى صفحتين. لو خريج بقالك يعني اقل من خمس سنين صفحه واحده. ف انا لما بتجيني لما كنت في قطر لما بتجيني سي في 12 صفحه 15 صفحه اقول له اسف. فببعت له بقول له يا اما تحطها في صفحتين يا اما حرميها في الزباله. فالشركات الامريكيه احنا الامريكان ناس عمليين ما بنحبش يعني التطويل والمدح والكلام مش عارف ايه. واحد اشتغل ثلاث شهور في شركه بيحط لي ديسكريبشن قد نص صفحه لا يا عم ثلاث شهور ما تذكرهاش الا لو كنت يعني فريش. فانك تعملها روح للانترنت وشوف ريزومي سامبلز فحيطلع لك صفحة أو صفحتين بس تبقى very concise. لو بقالك متخرج فترة بسيطة تحط الـ education أول ثم الـ experience. لو بقالك متخرج فترة خمس سنين أو أكثر تحط الـ experience أول ثم الـ education. تحط bullets ما تكتبش essay paragraph لا تحط bullets كذا كذا. عندي بكالوريوس من جامعة عين شمس في الهندسة المدنية خريج عام 2011 مثلا عندي certification PMP كذا إلى آخره بس نقاط معينة. طيب فأطلت عليك وأنا كنت أعمل على فكرة في جامعة قطر كنت أعمل باستمرار سيمينار للطلاب السينيرز إزاي تكتب ريزومي إزاي تعمل انترفيو إلى آخره. تكمل الكلام حضرتك يا دكتور. كان في مرة واحد هندي بعت لك سي في وقلت له والله كان دي كانت نكتة فعلا يعني اللي فكرتني فيها. كنت وقت بشتغل مع شركة ديار وبدور على واحد بخبير إكسبيديشن فلقيته انه حاطط هو اعلان في وقت على بريميفيرا ويب سايت فبعت له قلت له لكن بليز وعشان اراعي يعني انا قلت له خليها within 5 pages يعني مش عايز اقول له 2 pages قلت له 5 pages. فراح الغبي عمل ايه ال 15 pages دي عمل انه shrunk the font عملها سايز اظن 6 يعني ما تقدرش تقراها الا لو كبرتها كده وهي شرنك ذا المارجنز عملهم يعني تقريبا يعني ما نقصش اطلاقا من التكست وانما حشرها حشر. فطبعا لم اقرا اي شيء رميته في الزباله على طول.
معاك المهندس وليد اتفضل. طب نخلي السؤال ده اخر سؤال معلش. ان شاء الله هو اخر سؤال ان شاء الله، ولو حضرتك تسمح ناخد بس صوره تذكاريه مع حضرتك. انا الحقيقه ما حطيتش ما اقدرش افتح طب خلاص ماشي دكتور خلاص مفيش مشكله خير ان شاء الله. اقطع صورتي من الانترنت اللي عندك وحطها كده. لا انا هحط صفحه اللينك ان بتاع حضرتك عشان الناس تتواصل مع حضرتك ان شاء الله. طيب خير خير تمام تمام. اتفضل يا باشمهندس وليد. عشان سوليد يمكن حطت ميوت. انا افك الميوت. طب خير ان شاء الله. تمام جزاكم الله كل خير يا دكتور على المحاضره القيمه اللي استمتعنا بيها، وانا شايف ان يعني هتفيد في الحياه العمليه وهتفيد كمان في الشغل في كل حاجه ان شاء الله، يعني ممكن الواحد ينظم بيها الحياه بتاعته ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب الى اللقاء. طب حضرتك تختم يا دكتور. طيب يعني انا سررت بوجودي معكم، وان شاء الله يعني تاتي الظروف ونكون موجودين سوا في نفس المكان وتتحسن الاوضاع في بلاد المشرق العربي. انا الحقيقه يعني اطمح الى الزياره ان شاء الله، وفي عندي مشاريع الحقيقه ربنا يقدرني اني اقوم بها، احدها كتابه يعني كتاب اخر في الكونستراكشن بروجكت مانجمنت، وهو كورس بدرسه الان في الجامعه، يعني بقى لي فتره طويله بدرسه، وان شاء الله نلتقي في فرص اخرى باذن الله. وكل عام وانتم بخير. دكتور جزاكم الله كل خير، الله يكرمك، الف شكر حضرتك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام.